قصة جنرالات مغاربة عابرون للقارات، قيادات عسكرية شاركت في معارك خارجية. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. إن الجيش المغربي دخل العالمية مبكرا، ففي سنة 1960 هبت القوات المسلحة الملكية وهي في طور نشأتها لمساعدة الكونغو حين كانت تمزق أحشاءه حرب أهلية طاحنة، وذلك ضمن بعثة الأمم المتحدة لتأمين السلم وكبح مغامرات الانفصال. وبعد 17 سنة على هذا التاريخ أوفدت المملكة من جديد تجريدة عسكرية إلى الزاير، حيث كان الرئيس موبوتو يواجه تمردا شرسا في إقليم شابا. وخلال هذه العملية أبلى الجنود المغاربة البلاء الحسن من أجل صيانة الوحدة الترابية لهذا البلد الإفريقي. وفي المحطتين معا تألق قادة عسكريو المغاربة ما زالت أسماؤهم حاضرة في تاريخ ذلك البلد. في كثير من دول إفريقيا وصلت التجريدات العسكرية المغربية حضورها القوي، ففي الصومال انتزع الجيش المغربي إعجاب المنتظمة الدولي بعد العمل الجبار الذي قام به متحديا مخاطر حرب أهلية داروس، كما حازت القوات المسلحة الملكية سمعة طيبة في العمليات التي شاركت فيها بأوروبا وأمريكا، وتندرج هذه العمليات في صميم سياسة انفتاح المملكة وتضامنها الدائم مع جميع الشعوب لترسيخ أسس الشرعية الدولية وإرساء قواعد الحق والمشروعية وتعزيز الوفاق والحوار. الجنرال حسن الحاتمي، تعيين عسكري أثناء الدروس الحسنية. عندما دقت طبول الحرب في الشرق الأوسط، زار اللواء المصري سعد الدين الشاذلي المغرب في غشت سنة 73، حيث التقى بالملك الحسن الثاني ملتمسا منه مشاركة الجيش المغربي في معركة استرجاع صحراء سيناء. وافق الملك على المقترح ودعاه للقيام بزيارة تفقدية لمختلف السكنات والقواعد العسكرية المغربية للوقوف على احتياجات الجيش المغربي. كان الكولونيل ماجور حسن الحاسمي يتابع الدروس الحسنية الرمضانية في المسجد الملحق بالقصر الملكي. وصل خبر اندلاع الحرب في سيناء والجولان، فأخبر الحسن الثاني الحاضرين وألقى كلمة حول الجهاد والاستشهاد في سبيل الله. وبعد صلاة المغرب توصل الحاتمي بدعوة من القصر، حيث تلقى من الملك تعليمات بالسفر فورا إلى الجبهة المصرية، وحدد معه موعدا لمراسيم توديع التجريدة المغربية، وخلالها تسلم القائد العسكري علم اللواء من الحسن الثاني وهو يتحدث عن شرف الاستشهاد. بعد عودته من مصر عين الملك القائد حاتمي في مهمة دبلوماسية كملحق عسكري للأميرة للا عائشة لما تقلدت مهام سفيرة المغرب بالمملكة المتحدة، كما عين سفيرا للمملكة المغربية في الكونغو كينشاسا ومديرا عاما لمكتب السكن العسكرية. ومن المفارقات الغريبة أن ينتقل إلى عفو الله يوم 12 من غشت سنة 2012 في ذكرى زيارة اللواء الشاذلي للمغرب. محمد الخامس والجنرال الكتاني، بين تمرد أوبيه والكونغو. تصنفه بعض الكتابات التاريخية كأول قائد عسكري مغربي يبلغ هذه الرتبة داخل القوات المسلحة الملكية، ولكن الجنرال الكتاني بن حمو الدقوني ابن مدينة برشيد ظل ينافس أبناء زايان في الجيش ويجبرهم على احترامه. في كتابه حكاية عصيان تفيلالت يقول عبد اللطيف جبرو إن التمرد تزامن مع سفر الملك محمد الخامس إلى إيطاليا وكان مدبرا تدبيرا محكما. وقال محمد بن ددوش في مذكراته إن محمد الخامس كان مسافرا إلى إيطاليا لملاقاة البابا لكنه لم يلتقي به، وحين وصله خبر تمرد قصر السوق ألقى خطابا من روما دعا فيه عدي وبيه إلى التحلي بروح المسؤولية، وفوض أمر تهدئة الوضع الأمني لولي عهده الأمير مولاي الحسن.
كلف محمد الخامس قائدا عسكريا خبر منطقة قصر السوق اسمه الكتاني، ودعاه إلى سل الشعرى من عجين التمرد بدون إراقة دماء، خاصة بعد أن علم بأن عدي بصفته عاملا على تافلالت قد جند 3000 رجل ووزع عليهم السلاح وأعطاهم أوامر باحتلال مركز البريد وإلقاء القبض على أفراد من حزب الاستقلال وحكام السدد، وشرع في التنفيذ يوم 19 من يناير سنة 57. لكن الكتاني تمكن من السيطرة على الوضع ومن العودة إلى الرباط ومعه عدي المتمرد. كانت تربط عدي به علاقة ولاء مع الملك محمد الخامس كما أكدت ذلك عدة مصادر وشهادات، وكان مدعما من طرف الحسن اليوسي الذي شغل منصب وزير التاج، لكنه كان يعتبر حزب الاستقلال خصمه الأكبر. وحسب رواية الجيلاني طهير الباحث في تاريخ ولاد حريز، فإن الملك محمد الخامس قد أمر في شهر أبريل من سنة 56 ولي العهد مولاي الحسن بتأسيس الجيش الملكي، وفي شهر ماي سنة 56 استدعي الكتاني من ألمانيا وتمت ترقيته إلى جنرال دبريغاد، وعهد إليه بتأطير النواة الأولى من الضباط لهيئة الأركان بالقوات المسلحة الملكية قبل تخرج أول فوج من الضباط الشباب من المدرسة العسكرية تحت قيادته. بعد أن أنجز هذه المهمة بتقدير جيد، كلفه الملك محمد الخامس بمهمة في الكونغو بعد أن طلب باتريس لومومبا من الملك المغربي مساهمة القوات المسلحة الملكية في الدفاع عن الشرعية السياسية بالكونغو تحت راية الأمم المتحدة، واستجاب الملك الراحل لندائه وعين الكتاني لهذه المهمة. في الستينات توفي الجنرال الكتاني بعد فقدان الوعي، وأجمع رفاق دربيه بأنه رجل شريف عاش متواضعا لم يهتم بغير مشواره العسكري، لم يبحث قط عن الثراء ولم يترك أي ثروة، هكذا يلخصون سيرته الذاتية. الماريشال أمزيان محمد الخامس يعيده للتكنات والحسن الثاني يعينه سفيرا. ولد محمد أمزيان في نهاية عقد الثمانينات من القرن ما قبل الماضي بمنطقة بني إنصار بضواحي مدينة الناظور. قضى سنوات بالديار الإسبانية طالبا بالمدرسة العسكرية قبل أن يتخرج منها ويصبح عقيدا في عهد الجنرال فرانكو الذي حكم إسبانيا بقبضة من حديد. وحسب شهادات الإسبانيين فإن القائد المغربي كان مقربا من حاكم إسبانيا، وكانت له صلاحيات واسعة لتدبير جيوش أغلب عناصرها مسيحيون. بعد استقلال المغرب طلب الملك محمد الخامس من محمد أمزيان الالتحاق بالمغرب لوضع خبرته العسكرية الكبيرة في خدمة المملكة بغرض وضع اللبنات الأولى للجيش المغربي. استجاب أمزيان للنداء الملكي وعاد إلى الوطن ليلعب دورا رئيسيا في تأسيس وتنظيم مؤسسة الجيش إلى جانب الجنرال أفقير وولي العهد مولاي الحسن، وتقلد منصب وزير الدفاع بالنيابة. في سنة 59 قاد بنفسه الجيش لإخماد ثورة الريف وقاتل بضراوة ضد أبناء جلدته الريفيين، كانت هذه المرة الثانية التي يقاتلهم فيها. المرة الأولى كانت باسم إسبانيا وهذه المرة باسم المغرب. تقول الرواية التي تداولتها صحف شمالية إن الحسن الثاني كافأه على تفانيه في خدمة الوطن فمنحه أعلى رتبة عسكرية في البلاد وهي رتبة مارشال ليكون أول وآخر مارشال في تاريخ الجيش المغربي. انتقل للعمل الدبلوماسي في عهد الملك الحسن الثاني الذي عينه سفيرا للمغرب في إسبانيا سنة 66، المنصب الذي شغله بقية عمره إلى حين وفاته سنة 75 بمدريد، لتنطفئ آخر شمعة في حياة رجل مثير للجدل حكت عنه قصص غريبة لم تثبت صحتها من زيفها. رجل عاصر الدكتاتور فرانكو وكان مساعده الأيمن، ثم جاور السلطان محمد الخامس وحظي بثقته.
توفي المارشال أمزيان في إحدى مستشفيات مدريد في فاتح ماي سنة 75 بعد وفاة الجنرال فرانكو بفترة قصيرة. وقيل إنه حزن كثيرا على وفاة الزعيم الإسباني، علما أن الحسن الثاني كان يعتزم الاعتماد عليه في مفاوضات اللحظات الأخيرة مع فرانكو، إلا أن المرض استبد به وحال دون حضوره حدث استرجاع الصحراء. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم بخير وإلى اللقاء.